مع التغير المناخي الناتج عن الاحتباس الحراري. الأمطار ليست تهطل بالطريقة التي كانت عليها في يعني في سنوات سابقة، يعني تغيرت الطريقة، أصبحت الكمية كبيرة وفي ظرف وجيز، ولهذا يجب تحيين دراساتنا أولا، تحيين رسكلة الهيئات التقنية وهيئات الرقابة ومكاتب الدراسات، هذا بالأساس لكي يتماشوا مع تغير المناخ، ثم النزول عند مقاولات الإنجاز. ممكن جدا أننا نسأله إذا كان رأينا تقصير متعمد أو تقصير نتيجة تماطل في إنجاز مشروع ما أو عدم ملائمة أو مطابقة المشاريع بدفاتر الشروط، فعندها سنطالب بمساءلة الوزير. أما إذا كان يعني الكارثة كانت نتيجة تغير مناخ يخص كل الكوكب، فهذه يجب أن نذهب إلى رسكلة مكاتب دراسات، رسكلة هيئة التقنية، رسكلة المقاولات الإنجاز بما يتلائم مع تغير المناخ. هناك تغير المناخ على مستوى الكوكب، شمال إفريقيا مستهدف من هذا التغير بقوة، وهذا ما في التقرير الأخير تاع الأمم المتحدة أن تغير المناخ سيصيب شمال إفريقيا، وعليه منشآتنا الفنية لزوفراج دار تاعنا يجب أن يتلائموا أكثر مع مقتضيات ومقتضيات تغير المناخ. عفواً.